وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالخير والتفاؤل عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من انضم إلينا، وكل عام والجميع في صحة وسعادة وطمأنينة. وندعو الله ونحن نسهل هذه الحلقة المميزة أن يحقق لكم جميعا كل ما تتمنون من أحلام عامة وخاصة. مستمعين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي الصحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مثمر مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة العريقة إذاعة نور دبي. هذا البرنامج يأتيكم أو تقدمه لكم هيئة الصحة ليكون يعني نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. إذن البرنامج هو منكم وإليكم أعزائي المستمعين. إذا عندكم أي اقتراحات، أي ملاحظات، أي مشاركات لتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ويعني تطوير خدماتنا اللي نقدمها من خلال مختلف مرافق هيئة الصحة بدبي، فهذه البوابة مفتوحة لكم. تقدرون تتواصلوا معنا على الأرقام التالية للاتصال على رقم 600551414، أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي. فكل الأمنيات إن شاء الله بأن تكون هذه الحلقة خفيفة عليكم ومليئة بالمعلومات. مستمعينا، يعني من بين الأخبار اللي طالعتنا فيها وكالات الأنباء في خبر يقول القطن يساعد في علاج الزهايمر. يعني تفاصيل هذا الخبر تقول بدأت في الصين الاختبارات على الأسرة أو السرة لمستحضر طبي لعلاج مرض الزهايمر. هذا المستحضر الطبي الجديد يحتوي على مركبات الفلافونويد المستخلصة من بتلات شجيرات القطن. يعني كما هو معلوم، تتميز مركبات الفلافونويد بقدرتها على حماية الخلايا من الجذور الحارة ومكافحة الالتهابات. خبراء معهد شانغ يانغ التقني للفيزياء والكيمياء قاموا بدراسة دور هذه المركبات في علاج مرض الزهايمر منذ عام 2003. بعد أن اختبروا هذه المركبات على الفئران المخبرية اكتشفوا أنها تحسن الذاكرة. أيضا العلماء تمكنوا من الحصول على 20 مركب من مركبات الفلافونويد الموجودة في بتلات القطن، وصنعوا منها أقراص أدوية قادرة على تحسين الذاكرة عند تناولها عبر جرعات صغيرة. طيب مستمعينا، كبار السن شأنهم شأن غيرهم من الأشخاص، يحتاجون لممارسة العلاج الطبيعي والتمارين الرياضية لدورها الفاعل في مختلف جوانب حياتهم، كما أنها يعني تسهم بشكل فاعل في تأخير مظاهر الشيخوخة الجسمية، الشيخوخة العقلية، الشيخوخة النفسية والاجتماعية، وأيضا اكتساب اللياقة البدنية والثقة بالنفس والوقاية من كثير من الأمراض. نحن نتواصل معاكم للحديث أكثر على بعض الشغلات الخاصة بالعلاج الطبيعي، وعندنا مداخلة عبر الهاتف. يعني يسعدنا أن تكون معنا على الهواء مباشرة الدكتورة
سحر سعيد خليل، أخصائي أول علاج طبيعي وتأهيلي بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى دبي، بتحدثنا أكثر عما يقدم من خدمات في هذا القسم. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلين دكتورة. يعني قبل أن ندخل في تفاصيل الحوار هذا، خلينا نتحدث عن طبيعة الخدمات اللي يقدمها قسم العلاج الطبيعي في مستشفى دبي. والله هو الطب الطبيعي، إيه هو الطب الطبيعي؟ ما هو الطب الطبيعي؟ الطب الطبيعي ده يعني بالوقاية وتشخيص وعلاج أمراض اضطرابات الجهاز الحركي والعصبي والعضلي، وتأهيلها حتى نمكن المريض من الوصول لأقصى درجات الاستقلالية والاعتماد على النفس، وذلك باستخدام علاجات دوائية، تدخلات، وهذه التدخلات تتم بواسطة الأطباء بجانب العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، ده الذي يمدنا به أخصائيين علاج الطبيعي وأخصائي الطب العلاج الوظيفي. بالنسبة لمستشفى دبي، قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مستشفى دبي من الأقسام الرائدة في هذا المجال من خلال نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين وأخصائي العلاج الطبيعي ومعاونيهم من خلال أحدث الأجهزة التي توفرها هيئة الصحة بدبي. يقدم القسم حالات عديدة، منها العناية الداخلية، الأمراض المرضى في القسم الداخلي في المستشفى، وهؤلاء مرضى عديدين مثل العناية المركزة والقلب والأوعية الدموية والعظام وأمراض الأورام وأمراض النساء والولادة والكثير من وقسم الأطفال. أما بالنسبة للمرضى العيادة الخارجية مثل المرضى المحولين من عيادات الطرفية اللي هي منتشرة في هيئة التي تزودنا بها هيئة الصحة دبي مثل المزهر والمنظر وغيرها، يحول لنا الحالات منها أو من باقي العيادات في مستشفى دبي مثل عيادة العظام والروماتيزم وغيرها. حضرتك بتسألني عن الخدمات المقدمة من القسم عندنا. القسم صراحة هو البرنامج عن كبار السن فقط، لكن أنا أحب أزود أن القسم بيخدم يعني جميع الفئات العمرية. يوجد قسم خاص للأطفال وتأهيل أمراض الأطفال، ويوجد أيضا لكبار السن وجميع الإصابات. ما هو القسم عندنا؟ القسم يشمل وحدة علاج طبيعي وفيها جميع أنواع العلاجات الحديثة، سواء العلاج بالبرودة والسخونة والشمع الطبي، العلاج بالموجات فوق الصوتية، موجات الليزر منخفض الشدة، العلاج بالاستثارة الكهربائية والتنشيط الوظيفي للأعصاب والعضلات بالكهرباء، العلاج بالموجات ذات التيار الترددي، العلاج بالموجات التصادمية، ودي من العلاجات المؤثرة جدا، العلاج الظهر الرقبة وأسفل الظهر بالشد، العلاج بواسطة المجال المغناطيسي، بجانب مجموعة من التمارين البرامج التأهيلية والتمارين المختلفة التي تعطى للمريض في القسم، وكتيبات إرشادية لممارسة هذا البرنامج في المنزل وفي الحياة والإرشادات اللازم اتباعها. يوجد أيضا وحدة علاج الجهاز التنفسي وأمراض الصدر، يوجد وحدة خاصة للعلاج المائي، والعلاج المائي ده من العلاجات التي ثبتت فعاليتها جدا لجميع آلام المفاصل وتقوية العضلات والسباحة العلاجية. ويوجد أيضا وحدة للعلاج الوظيفي. العلاج الوظيفي ده ما معناه؟ إنه تحسين نوعية ومستوى الحياة عن طريق النشاطات، والهدف الرئيسي للمعالج الوظيفي هو تحسين قدرات الأفراد المصابين بالإعاقة سواء جسدية أو نفسية أو إدراكية. ويوجد أيضا كما يوجد عندنا الخدمات المقدمة بواسطة أطباء الطب الطبيعي والتأهيل من خلال من استشاري وإخصائي الطب الطبيعي من خلال مرضى العيادة الخارجية، حيث نشخص ونعالج أمراض المفاصل الحادة والمزمنة عن طريق ويتم تزويدهم بالعلاجات الدوائية المختلفة أو تحويلهم للبرنامج التأهيلي للعلاج الطبيعي. ويقوم الأطباء بتطبيق أيضا بعض الأطباء الإجراءات التداخلية مثل تطبيق حقن المفاصل وسحب السوائل من المفاصل في العيادة الخارجية، وذلك يكون بطريقة خالية من الألم نسبيا ومريحة ويتم الانتهاء منها في دقائق. يوجد أيضا حقن داخل المفصل أو الأنسجة اللينة المحيطة بالمفصل، وذلك يوجد إما بالكورتيزون الموضعي أو يستخدم بها أو يستخدم أحيانا شقا عن طريق حمض الهيالورونيك. حمض الهيالورونيك دي هذه المادة اللزجة التي توجد طبيعيا في الركبة، عندما تحصل الخشونة تقل هذه المادة فيحصل الإحساس بالألم، فيتم حقن هذه الإبرة حمض الهيالورونيك بدون في العيادة الخارجية خلال دقائق بجانب بعض المخدر الموضعي.
ويوجد أيضا حديثا تم إدخال العلاج بواسطة البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وتعتبر وسيلة حديثة لعلاج المفاصل والأوتار، وتتم عن طريق سحب عينة بسيطة من الدم وبعدها يوضع في جهاز الفحص، ثم يتم حقنها تحت وسائل التعقيم المعتمدة في هيئة الصحة بدبي، ويتم حقنها في المفصل، وهذه تحتوي على عوامل النمو وتخفيض وتعزيز قدرة الجسم على الشفاء، ولا تستغرق أكثر من ربع ساعة صراحة. بالنسبة يوجد أيضا المعالجة بالتضمير العصبي، وهي حقنة البتيولينيوم توكسين لإيقاف أعراض التشنجية والتيبسية الناتجة عن الشلل الدماغي والسكتات الدماغية. كما يتم تقسيم المرضى لمدى احتياجاتهم لأجهزة مساعدة كالأحذية الطبية وغيرها والجبائر البسيطة، ويتم إعطائها للمريض التي تزودنا بها هيئة الصحة. ما شاء الله عليكم دكتورة، ما شاء الله عليكم. يعني أولا أنت استعرضتي يعني جميع الخدمات وجميع المحاور اللي أنا كنت ناوي أسألت عنها، كان يعني عرض جميل ومختصر لهذه الخدمات. وأيضا أنا حقيقة يعني منبهر بالخدمات اللي تقدمونها من خلال يعني قسم العلاج الطبيعي في مستشفى دبي. أعتقد أنكم تغطون يعني شريحة كبيرة من الخدمات، إذا ما كانت كل الخدمات التي تقدم في هذا المجال. نحن لضيق الوقت ودخلنا على الفاصل دكتورة، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذا التعريف، وإن شاء الله في القادم من الأيام نكون يعني على استضافة معاكم للتعريف أكثر بهذه المواضيع الخاصة بالعلاج الطبيعي، وأيضا استعراض مفصل للخدمات التي تقدم في مستشفى دبي. دكتورة سحر سعيد خليل، أخصائي أول علاج طبيعي وتأهيلي بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى دبي، شاكرين لك هذه المداخلة. شكرا جزيلا. إذا مستمعينا نحن متواصلين معاكم بعد الفاصل، أيضا عندنا موضوع آخر، موضوع حيوي ومهم، منستقبل فيه يعني ضيف يتحدث عن الصحة المهنية والحفاظ على الصحة في مكان العمل. إذا عندكم مداخلات حول هذا الموضوع تابعونا بعد الفاصل، ما نرجع لكم إن شاء الله وما نتكلم عن هذا الموضوع. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي تأتيكم أطلع الأسبوع يوم الأحد، الذي نتمناه إن شاء الله أن يكون يعني أسبوع عامر بالإنجازات والأفراح على كافة الصعد. حقيقة نحييكم في برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. مثل ما ذكرنا أن هذا البرنامج هو منكم وإليكم مستمعينا الكرام، اللي حاب يتواصل معنا ممكن يتصل على الأرقام اللي هي 600551414، أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. كنا قبل الفاصل وعدناكم أن نحن نتكلم عن موضوع شيق، موضوع مهم، موضوع يعني حقيقة من الموضوعات التي تتقدم أجندة منظمة الصحة العالمية. هذا الموضوع هو الصحة المهنية، ملف مهم. يعني هيئة الصحة أيضا توليه أهمية كبيرة، ترعاه وترصد جملة من المبادرات لأجل هذا الموضوع، وأيضا لأجل توفير بيئة عمل تتسم بالصحة، الطاقة الإيجابية ومقومات السلامة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في على الهواء مباشرة وفي الاستوديو الدكتورة بدرية الحرمي، أخصائي طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي. حياك الله معانا دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، وأجمل صباح لك أخوي محمود والجميع فريق العمل والجميع مستمعين نور دبي وبرنامجكم المتميز صحة وسعادة. شكرا لك دكتورة. مفهوم الصحة المهنية، يعني قبل أن نطرق لي أو ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، يا ترى ما هي المفاهيم الخاصة بالصحة المهنية؟
الصحة المهنية، يوم نقول شو معنى الصحة المهنية؟ هي عبارة عن تخصص أو علم يهتم بصحة وسلامة العاملين أو الموظفين في مكان عملهم. هذه أبسط المفاهيم. هذا يحتوي على أن احنا نوفر بيئات عمل آمنة خالية وصحية لهالموظفين، من خلال توفير مثلا سبل الحماية اللازمة، من خلال مثلا أمثلة يعني توفير التثقيف الصحي لهالعاملين عشان نتأكد أنهم يمارسون عملهم بطريقة آمنة وخالية من المخاطر أو الحوادث. وطبعا كل هذا يؤدي أن احنا نقلل أو نزيل العوامل المسببة لهذه الحوادث والأخطار، كما أن احنا في النهاية نتمتع بصحة جيدة في مكان عملنا. طيب دكتورة، نحن بس عشان نشمل المفهوم الصحة المهنية، أيضا إذا ما دخلنا الطلبة في الجامعات أو في المدارس، ممكن نتكلم على موضوع الصحة المهنية في هذا الموضوع، ولا هذا موضوع مفهوم آخر منفصل؟ أنا ليش سألتك هذا السؤال؟ لأن يعني مسج يقول أكثر شيء يضر صحة عيالي اللي في الجامعة أنهم لازم يأكلون أكل غير صحي، وهذا الشيء يقلقني على صحتهم. أتصور أن هذا الموضوع أيضا ينسحب كذلك على العاملين في البيئة، في مختلف البيئات المهنية. إيه طبعا، إحنا لما نقول الصحة المهنية قلت أن هي تشمل جميع الموظفين أو العاملين، سواء كان طلبة أو موظفين يعني في أشغالهم، وهذا الشيء يعتمد على البيئة يعني المحيطة فيهم. هاي البيئة المحيطة فيهم تأثر عليهم وعلى صحتهم، سواء كان مثل ما ذكرت الجامعات أو أماكن العمل، يعني ما في فرق بينهم. فلازم تكون هاي اللي يهمنا أن تكون بيئة العمل بيئة صحية آمنة وخالية من المخاطر. أو طيب يعني علاقة العمل بالصحة، يعني هما أكيد يمشون مع بعض، الإنجاز يرتفع كذلك إذا كان موظف في صحة وعافية. فخلينا نتكلم شوية أكثر عن هذه العلاقة، كيف أنا ممكن أعزز صحة الموظف أو صحة العاملين في المكان في 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 المحيط العمل للوصول إلى إنتاجية أعلى. إيه طبعا في الوقت الحالي احنا الموظف يقضي طبعا ساعات طويلة في عمله، اوكي، وطبعا الحفاظ على نمط حياة صحي او على سلوكيات صحية طبعا من أكبر المشاكل اللي تواجه العاملين في جميع أنحاء العالم. نعم. إنزين، إحنا نفكر كيف أن تكون بيئة العمل بيئة يعني نحولها ونحول نستغل هاي الساعات الطويلة أن إحنا نغير سلوكياتنا لسلوكيات صحية. أن مثلا أن يعني ممكن تكون بيئة العمل حافز لتقليل الوزن، حافز للوقاية من الأمراض المزمنة مثلا. الشيء الثاني، فطبيعي أن العمل يأثر على الصحة مثل ما ذكرت، لأن الساعات الطويلة اللي نقضيها ممكن تأثر على نفسية العامل الموظف، تأثر على صحته. ومن جهة ثانية، بالرغم أن يعني ممكن العمل يكون أوقاتا يعني مكان إن للضغوطات النفسية أو العصبية للموظف، من جهة ثانية أن ممكن يكون العمل هو وسيلة للتخفيف من هذه الضغوطات. يعني أنا أعتبر العمل هو المفتاح الرئيسي والأساسي للمشاركة الاجتماعية. طبعا الإنسان يجد نفسه ويجد ذاته في عمله، وفي نفس الوقت يعزز مكانته في المجتمع، والعمل يعطي أهمية للإنسان وأهمية لمعنى الحياة. يعني دكتور، أنت ذكرتي شغلة مهمة جدا، أن المفهوم السائد عندنا أن معظم الضغوطات النفسية تأتي على الناس من خلال أماكن عملهم. أنت ذكرتي لا، أن العمل ممكن يكون العكس تماما، أن الواحد يعني يتخلص من هذه الضغوطات في العمل. طبعا هذا إذا إحنا هيئنا بيئة صحية خالية من مثل ما قلت لك من المخاطر، فالعمل فبيكون مكان العمل حافز لتعزيز الصحة. أو ممكن يعني مثلا يعني تأثير العمل على الصحة من جهتين، أو تأثير الصحة على العمل من جهة أخرى، يعني هم العلاقة بينهم علاقة تأتي من جهتين يعني.
جميل. يعني هذه إذا 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 كانت البيئة مناسبة، إذا كانت البيئة مهيئة، إذا كانت البيئة خالية من المخاطر، إذا كانت البيئة آمنة، طبعا بتكون بيئة ملائمة لتعزيز الصحة. بالعكس إذا كانت البيئة مثلا غير مناسبة، بالعكس ممكن هذا الشيء يزيد من ضغوطات العمل والمشاكل للموظفين. طيب هني أنا بتكلم شوي بشكل مفصل أكثر دكتورة عن الأمراض المهنية، شو هي أسبابها والآثار المترتبة عليها؟ طبعا المخاطر اللي تواجه العاملين في مكان عملهم احنا ممكن نقسمها لقسمين. اولا الحوادث، هي اللي مثلا الحادث مثلا اللي يصيب العامل خلال تأدية عمله او مهنته. يعني مثلا الحوادث، نذكر مثال الحرائق مثلا، الكسور، او الحوادث اللي تحصل فجأة مثلا للعامل وطبعا هاي لها اسباب يعني تتعلق بالعامل نفسه أو تتعلق ببيئة العمل. صحيح. العامل نفسه مثلا سلوكيات العامل، مثلا إهماله، مثلا عدم يعني ارتداءه للملابس الواقية أو اتباعه تعليمات السلامة، أو مثلا أسباب ثانية تتعلق ببيئة العمل، يعني أنه مثلا ما يكون عندنا هناك نظام آمن وترتيب للعمل ونظام، وما يكون فيه هناك مثلا مراقبة من مسؤول العمل، وبالتالي يعني كل هذا يؤدي إلى أن العامل ممكن أن يتعرض لهذه الحوادث. طيب. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، هناك بعض الأمراض المهنية اللي تكون بسبب العمل أو المهنة، يعني وهذه الأمراض تكون نتيجة احتكاك العامل أو الموظف ببيئة العمل نفسها. مثلا نذكر منها العوامل باختصار شديد، نقول العوامل الفيزيائية، مثلا في عمال يتعرضون للضوضاء، الضوضاء ممكن هذه تأثر على سمعهم، ممكن تأثر على ممكن يفقدون السمع يعني أو الصمم، مثلا ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، اختلاف في الضغط، هاي كلها مثلا مثال أمثلة على العوامل الفيزيائية. في هناك عوامل مثلا كيميائية. عوامل كيميائية تشمل شو؟ مثلا تعرض العامل في بعض المصانع أو بعض أماكن العمل للغبار، للرذاذ، الأبخرة أو المواد الضارة أو السموم. يعني هذه كلها مثلا ممكن تعرض لبعض الأمراض الجلدية أو الحساسية. مثلا نذكر بعض التسمم بالأمراض، أقصد بالمواد الضارة، مثل تسمم بالرصاص أو التسمم وغيرها من المواد. إذا هي المسألة ترجع تقريبا إلى اتباع التعليمات الخاصة بالصحة والسلامة، سواء من خلال أرباب العمل أو حتى من خلال الموظفين. هني دكتورة يعني أبغي بعض النصائح المهمة اللي تبغين توجهينها للتمتع بالصحة في مكان العمل. للتمتع طبعا بالصحة في مكان العمل هذا شيء جدا مهم، لأن احنا مثل ما ذكرت أن نقضي أوقات طويلة في عملنا، فإحنا كيف نخلي هالمكان مكان حافز لتعزيز صحتنا؟ هناك عدة محاور يعني أنا أحب أذكرها طبعا نبدأ فيها، أن إحنا كيف يكون مكان العمل مكان آمن ومكان يعني خالي من الحوادث. طبعا مثل ما ذكرنا لازم إحنا نتبع القوانين الملائمة للصحة والسلامة، أن إحنا دائما أن إحنا نحاول نرتدي الملابس الخاصة للوقاية، وإذا مثلا حسينا مثلا في بالمخاطر أو هذه المشاكل لازم نبلغ أصحاب العمل فيها. والشيء الثاني يعني هالمحور يتعلق بالصحة والسلامة ببيئة العمل، وبيئة العمل نفسها لازم تكون بيئة مناسبة من ناحية توفير التهوية المناسبة، الإضاءة المناسبة مثلا، يعني كيف احنا نحط العوازل عشان الضوضاء، يعني هكذا مثال. الشيء الثاني
دكتورة أنا يعني حتى أنت دائما ما تركزين على أن يكون هنالك توفير بيئة عمل للموظف تكون يعني قادرة على الحفاظ على صحته وسلامته، لكن شو بخصوص الموظف نفسه؟ يعني شو هي السلوكيات اللي ممكن يتبعها الشخص كسلوكيات صحية تحافظ على صحته؟ زين من ناحية شو اسمه الأمور الجسدية اللي ممكن يسويه، وأيضا الشغلات النفسية اللي لازم هو يتحلى فيها. إحنا دائما نقول إن الصحة مسؤولية الإنسان قبل ما تكون مسؤولية البيئة اللي حوالي. زين، فلازم يكون له دور في الحفاظ على صحته. يعني مثلا التغذية السليمة، التغذية السليمة خلال فترات العمل هاي جدا مهمة. يعني مثلا وجبة الإفطار إذا عطينا مثال، هذه جدا مهمة الإنسان يبدأ فيها عشان يحافظ على معدل الأيض يعني طول اليوم. الشيء الثاني، شو نوعية الأكل الموظف اللي لازم يتناولها خلال عمله؟ هاي تلعب دور. مثلا إحنا ننصح بتناول الحبوب الكاملة، منتجات الحبوب الكاملة، لأنها تعطينا الكربوهيدرات، هاي تعطينا نوع من السكر اللي حافظ يعطينا الطاقة الحيوية على طول اليوم. مثلا هني على هاي النقطة دكتور بتحصلين أن في بعض المكاتب أو بعض الشركات توفر مثل سلة فواكه للموظفين موجودة في المكتب، ممكن واحد يمر ويأخذ لتفاحة ولا شيء من الفواكه، في حين أن الموظفين أنفسهم يوفرون سلة من الحلويات، من الشيبس إذا قلنا، من الشغلات اللي الغير صحية الواحد ممكن يأخذ أثناء العمل. إحنا نقول دائما نحاول نستبدل هالحلويات وهالسكريات بالفواكه والسلطات، نعم، خاصة في أوقات فترات الراحة المتقطعة في العمل. فمثل ما ذكرت أن الصحة مسؤولية الإنسان بالدرجة الأولى قبل ما تكون مسؤولية بيئة العمل. نعم دكتور، أنا الوقت حقيقة يعني مر علي بشكل سريع وفي عندي كثير من المحاور في هذا المجال. قبل أطلع فاصل دكتورة، كلمة أخيرة عن دور هيئة الصحة في الحفاظ على بيئة عمل صحية ونصيحة وجهينا للناس في أقل من 30 ثانية. طبعا احنا نقول الصحة كنز والإنسان لازم يحافظ عليه، والوقاية خير من العلاج. قبل كل هذا ان نهتم بصحتنا في عملنا، هذا الشيء بيزيد من معنى حياتنا وأهميتنا في مجتمعنا. فاحنا في هناك بعض السلوكيات، بعض النقاط المهمة اللي احنا نحاول قد ما نقدر ان نتبعها او نغير من سلوكياتنا، مثل ما ذكرنا التغذية السليمة، الرياضة مثلا، الحركة بين في فترات الاستراحة القصيرة مثلا. في نفس الوقت ان احنا دائما نهتم بموضوع الصحة العامة، دائما نحاول ان نقنع مسؤولين العمل أو البيئة المحيطة فينا بأهمية الصحة. مثلا ممكن أهمية توفير مثلا أماكن للغذاء الصحي، مثلا استبدال وجبات صحية. مثلا في هناك وايد مؤسسات وأماكن بدأوا ينشؤون يعني صالات الرياضية لتحفيز الموظفين. صحيح. والحمد لله احنا في هيئة الصحة في دبي يعني احنا ماشيين في هذا المجال، وان شاء الله عندنا عيادة الصحة المهنية اللي بتهتم بصحة الموظفين هيئة الصحة في دبي، وتوفير لهم البيئة الملائمة. جميل. ويعني تزويدهم بالإرشادات وتعزيز المفاهيم الخاصة بالسلامة العامة. الدكتورة بدرية الحرمي أخصائي طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية، نحن شاكرين لك هذه الاستضافة، وإن شاء الله بتكون لنا لقاءات قادمة في المستقبل. شكرا جزيلا لك. العفو. إذن مستمعينا نحن نتواصل معاكم بعد هذا الفاصل القصير، عندنا موضوع آخر ما نطرحه كذلك في مختلف المجالات الخاصة بالقطاع الصحي في إمارة دبي، فابقوا معنا. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. يعني قبل لا أبتدي هذه الفقرة الأخيرة من البرنامج، أبغي أنوه عن إعلان يعني من هيئة الصحة، حيث تعلن هيئة الصحة بدبي عن انتقال عيادة المسافرين التابعة لها من مركز المنخول الصحي إلى مركز ند الحمر الصحي اعتبارا من تاريخ 17 يناير 2016. ساعات العمل في العيادة بتكون من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر. العيادة تقوم بتلبية احتياجات المسافرين من المقيمين أو القادمين إلى دبي، حيث توفر لمراجعيها من المسافرين المشورة الطبية واللقاح اللازم واتخاذ التدابير الوقائية اعتمادا على وجهة السفر. أيضا عيادة المسافرين كذلك توفر لمراجعيها الشهادات الدولية لتطعيم الحمى الصفراء، والتي تصدر فقط من المراكز الصحية الحكومية، وشهادة خلو من الأمراض السارية والتي تكون مصدقة من الجهات الرسمية المعنية بإصدار هذه الشهادات. أيضا مستمعينا، مما لا شك فيه أن ثورة المعرفة والمعلومات التي شهدها ويشهدها العالم على أثر التطور السريع في تكنولوجيا الاتصال، والتي حولت بدورها عالمنا إلى قرية كونية صغيرة، هي التي تتحكم الآن في الكثير من المجريات والأحداث والأساليب الخاصة بصناعة القرار. من هنا جاءت أهمية نظم المعلومات الموثوقة بتقنيات فائقة المستوى وأدوات تحليل دقيقة داعمة للقائمين على شؤون التخطيط ورسم السياسات المستقبلية في كافة المجالات، لا سيما في القطاع الصحي الذي يعد يعني المستفيد الأكبر من الطفرات المتلاحقة على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعلم الإحصاء والبيانات. حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي عبر الهاتف الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة تحليل البيانات الصحية والمعلومات بهيئة الصحة بدبي. حياك الله معنا دكتور. صباح الخير أستاذ محمود. صباح الورد دكتور. نبغي نتحدث عن أهمية نظم وتحليل البيانات الصحية وأثر ذلك في صناعة القرار في هيئة الصحة بدبي. طال عمرك هيئة الصحة بدبي تعتبر اليوم في خططها المستقبلية والحالية وضعت خطط أساس تواكب مش فقط الفائدة الأكبر الهيبتي لصناعة القرار، ولكن أيضا للمستخدم. اليوم صناعة القرار يجب أنها تصب يعني أكثر شيء لخدمة المستفيد من الخدمات الصحية، ألا وهو المريض. نعم. اللي نحن دائما نسعى إلى سعادته، والسعادة بس إذا أقدر أوضح معنى السعادة هي بالإنجليزي هي beating the expectation، مش فقط أن أنا أوصل لتوقعات هذا المريض، لا، أنا أغلب توقعاته وأوصل لمرحلة أرقى اللي هي سعادته. نعم. طبعا التوجيهات اللي عندنا من السيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و لتأسيس مكتب دبي الذكية، اليوم هذا أصبح واقع عندنا، يعني مش فقط كونسبت أو محاور أو رسومات على بورد، لا، اليوم هذا الأشياء أصبحت واقع. كيف واقع؟ عندنا قانون بيانات دبي اللي يعتبر لبنة أساسية لكل ما بتشوفه حواليك من أتمتة ومن نظم ذكية، مش فقط في الصحة على فكرة. هذا القانون يعتبر من أسرع القوانين اللي أنا شفتها في حكومة دبي، أنها طلعت بسرعة فائقة. ليش؟ لأن الاستفادة من البيانات اللي بتطلع لصناعة خدمات متميزة لهذا المريض، مش فقط حكومة دبي الذكية اللي طلعت ولا مكتب دبي الذكي، لكن أيضا عندنا أشياء قبل ذلك. مركز دبي للإحصاء اليوم أيضا يقوم بدوره بخدمة المتعاملين مش فقط من الصحة، ولكن أيضا المتعاملين من القطاعات الأخرى. لكن إذا بنوه بس على مركز دبي للإحصاء وخدماته في الصحة، القطاع الخاص اليوم كلها بيانات توجد في مركز دبي للإحصاء عبر نظم إحصائية متطورة ومتميزة،
ويعني تعد سابقة لغيرها في النظم الإحصائية. إذا بتكلم عن الدولة الحين بطلع شوية عن نطاق الإمارة، بطلع على مستوى دولة الإمارات. اليوم وزارة الصحة بجهودها مع هيئة الصحة والهيئات الأخرى في الدولة تعمل على الملف الصحي الموحد على مستوى الدولة. هذا بيكون له فائدة كبيرة للمستخدم وللمريض. أستاذ محمود، المريض اليوم بيقدر يتنقل من إمارة إلى إمارة زين بطريقة سلسة دام أنه مؤمن وعنده بطاقة التأمين، والحمد لله الحكومات في الدولة ما قصرت من ناحية التأمين للفرد، فيقدر يتنقل الخدمات مثل ما يبغى. اليوم نحن طلعنا بالخدمات على مستوى الإمارة وعلى مستوى الدولة بمفهوم جديد. يمكن مفهوم الدول الأخرى يقول لك لا، عشان توصل للأخصائي لازم تشوف الطبيب الفلاني والفلاني ليه ما توصل. لا، اليوم عند المريض قوة في اتخاذ قراره بنفسه بما يفيده، والسبب هو البيانات. يقدر يشوف بياناته، يقدر ياخذ بياناته من نقطة إلى أخرى. اليوم ممكن تكون مش مؤتمتة بالكامل، طموحنا أن يكون مؤتمت بالكامل، ولكن يقدر اليوم بقوة التأمين وإن شاء الله في الغد بقوة تبادل البيانات بين المؤسسات اللي تخدم هذا المريض، يكون عنده يعني مثل ما يقولون power factor كبير، يتنقل بحرية كبيرة، وهذا إن شاء الله بيؤدي إلى سعادة الفرد. طيب دكتور، دائما ما يقولون أن لغة الأرقام لا تخطئ، فلذلك يعني الإحصائيات والأرقام والبيانات التي يتم تجميعها هذه يعني تتخذ عليها قرارات وتبنى عليها سياسات. الآن يعني إلى أي مدى هيئة الصحة بدبي، بما أنك تتحدثت يعني على نطاق أشمل، خلنا نرجع مرة ثانية على النطاق المختص بهيئة الصحة بدبي، إلى أي مدى تتبع يعني نظم بيانات متطورة، وشو هي التطلعات المستقبلية اللي تسعون لها من خلال هذه النظم المطروحة؟ خلي أخذك بالوقت لسنة 99. نعم. كنت أنا طبيب متدرب في مستشفى راشد، وكنت في نفس الوقت أدرس لشهادة الطب من إيرلندا. فكنا في إيرلندا نطلب يعني تعرف طلبات الدم والفحوصات وهي كلها ورقيا. لما جيت أنا أتدرب قلت للشباب هني أنا وين الأوراق عشان أطلب فحوصات الدم والأشعة للمريض. وشكوا عليه الشباب، قالوا محمد أنت في أي عصر عايش؟ اليوم نحن في مستشفى راشد نطلب الأمور هذه كلها طريقة مؤتمتة. فمن سنة 99، اليوم نحن في سنة 2016، هذا النظام موجود وفي صدد تغيير له لنظام أفضل وأفضل. تعرف كل نظام له مدة عمرية معينة من ناحية التكنولوجيا وتقنيته. اليوم هيئة الصحة في صدد تطبيق نظام مؤتمت أفضل عن هذا اللي كان موجود في سنة 99، لدرجة أنه راح يكون من أول أو ثاني تطبيق له في المنطقة. شو هو النظام دكتور إذا تعطينا فكرة سريعة؟ نظام الملف الطبي الإلكتروني. ملف الطبي الإلكتروني اللي هو بيختص في مؤسسات الخدمات اللي تابعة لهيئة الصحة بدبي. تكلمت قبل شوي عن مركز البرشة ومركز ند الحمر، هذه كلها مراكز تابعة لهيئة الصحة. فهذا النظام اليوم اللي اشتغل تطبيقه في هيئة الصحة، وطبعا تعاقدت هيئة الصحة مع إحدى الشركات لتطبيقه، راح يرفع مستوى الخدمات ومستوى الأتمتة في هذه المراكز بما فيها المستشفيات الحكومية إلى مستوى آخر، اللي هو المستوى اللي دائما نطمح له، اللي هو المستوى الذكي. وستكون إن شاء الله من المستشفيات والخدمات المتقدمة على مستوى المنطقة. هذا واحد، هذا بالنسبة للخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة. لكن أيضا إذا تكلمنا عن الخدمات اليوم في دبي، لازم نذكر أخواننا في القطاع الخاص اللي هم لهم نسبة كبيرة من الماركت شير مثل ما يقولون. أيضا نحن في صدد اطلاق إن شاء الله مع القيادة في هيئة الصحة في دبي ملف طبي موحد يجمع هذه الخدمات كلها، بحيث أن المريض يتنقل في إمارة دبي. تكلمنا عن الدولة، حين نتكلم عن إمارة دبي بالتحديد، يتنقل بين المستشفيات الحكومية والخاصة في إمارة دبي. تعرف اليوم إذا بتكلم عن أفراد العائلة أو الأصدقاء أو كلهم، اليوم كلهم عندهم ملفات طبية في مستشفى حكومي ومستشفى خاص في دبي، صحيح؟
فإذا بيتنقل من إلى لازم يشيل ملفاته هذه كلها بيده أو يطبعها في ملف يمكن يكون عدد كبير من الصفحات أساس بس يأخذ استشارة طبيب ثاني في مستشفى ثاني. طيب أنا كم يعني ضيعت وقت على هذا الشخص؟ هو أولا مريض محتاج لكل دقيقة لنتخذ قرار أفضل بالنسبة لخدمته بطريقة أفضل. خذ سيارته راح إلى المستشفى ألف وقف سيارته دفع المبلغ اللي عليه تهي تقرير يومين أو ثلاثة أيام رد بعد يومين ثلاثة أيام وقف سيارته خذ التقرير مرة ثانية ورجع إلى مستشفى باء ضيعت عليه 4-5 أيام تقريبا وجهد كبير. فهل 4-5 أيام أنا كان ممكن أوفر لهاي الأتمتة والرب بحيث أن الطبيب في مستشفى باء يتخذ قراره بطريقة أسرع ويفيد المريض من ناحية الوقت وسرعة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية في مرحلة العلاج. تعرف العلاج له مراحل والوقت دائما نقول إحنا المرض متصل بالوقت disease is time related. ليش؟ لأن الوقت في فائدة للمريض كثر ما اختصرت الوقت له كثر ما أنا وفرت لخدمة أفضل. نعم. طيب دكتور الآن نحن متعودين منكم يعني أن دائما توفرون لنا بعض التقارير السنوية في بالنسبة للأرقام والإحصائيات الخاصة بالقطاع الصحي في إمارة دبي. فما أدري يعني أبرز الأرقام اللي كانت اللي تسعون دائما لتوفيرها من خلال هذه الإحصائيات والأمور اللي تترتب عليها من اتخاذ لقرارات تخدم العميل وتخدم القطاع بشكل عام. من أبرز الأرقام طال عمرك أستاذ محمود اللي هي الأرقام اللي تينا من الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية عن طريق وزارة الصحة، والحمد لله هذه الأرقام الحمد لله نحن مقارنة بالدول الأخرى والمجاورة الحمد لله أرقامنا كويسة زين. لكن توجه القيادة دائما عندنا في إمارة دبي وفي هيئة الصحة دبي إن لا لازم نكون رقم واحد، لازم دائما نسبق ونغلب. طبعا الارقام اللي نحن نوفرها لمنظمه الصحه العالميه ولوزاره الصحه ارقام اساسيه ولازم ان دائما نوفرها مثل ما قلت الحمد لله الارقام جيده. لكن لما تجي الى دبي الذكيه ولا خدمات نبغى ننوه دكتور ان هذه الارقام هي يعني البيانات هذه تصدر بشفافيه عاليه جدا لان هي مراقبه ايضا من جهات تسير المنظومة الصحية في العالم. بالضبط بالضبط. الشفافية مطلوبة في هذه الأرقام والحمد لله تعرف يعني إذا قلنا من سنة 99 الحمد لله عندنا أنظمة مؤتمة هنا في إمارة دبي، فمع النظام المؤتمة تأتي الشفافية الأفضل. فبالنسبة للمشاريع الأخرى تكلمنا عنها مشروع ربط الملف الصحي الإلكتروني على مستوى الإمارة، اتصالنا بمركز دبي للإحصاء، فهذه تأتي بمؤشرات أخرى أستاذ محمود مش فقط الأرقام الأساسية اللي نوفرها لمنظمة الصحة العالمية. فهني طلعنا ب 843 مؤشر زين من سنة 2008 بالتحديد لمراقبة القطاع الصحي في إمارة دبي. ف 843 مؤشر بتقولي محمد وايد صحيح أتفق معك، لكن اليوم القطاع الصحي له خصوصية معينة وله ما أبغى أقول تعقيدات معينة ولكن له نوع من الحسبة المعينة أو الأنظمة المعينة، لأن كل تخصص له نظامه وكل تخصص له فورميلا معينة. فبالتالي هذه 843 من 843 طبعا تطلع للقيادة العليا بطريقة مرتبة، تطلع مش 843 تطلع شوي أقل على أساس أن تعطي رؤية واضحة لتحرك القطاع الصحي من نقطة إلى نقطة وربطها بالتالي ب DSP 2021 اللي الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021. هذه كلها اليوم 843 مؤشر ترتبط بها، فنحن كإمارة نتحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء وبالتالي حتى القطاعات الأخرى تتحرك معنا. جميل. دكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات الصحية والمعلومات بهيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق. العفو أستاذ محمود والله يجعل أيامكم دائما بصحة وسعادة أجمعين يا رب.
طيب مستمعينا الكرام، يعني لا شك بأن لغة الأرقام والبيانات هي اللغة التي تعتمد دائما في اتخاذ مختلف القرارات، لا سيما القرارات التي تعنى بالقطاع الصحي بشكل كبير. يعني كانت هذه الوقفة مع الدكتور محمد الرضا حول هذه الأرقام وهذه البيانات وأهميتها. يعني إن شاء الله مستقبلا سوف نتطرق للكثير من الأرقام والبيانات التي صدرت في هذه التقارير، لكن للأسف يعني يشر لي المخرجنا محمد الصفار بانتهاء وقت البرنامج. نحن غدا إن شاء الله سوف يكون لنا لقاء آخر ومواضيع أخرى حيوية في القطاع الصحي، فحتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ محمد الصفار، ومن طاقم الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، فلكم التحية، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.